السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة الحكاية وما فيها. النهاردة جايين بأربعة من أغرب العادات والتقاليد في العالم. أول عادة استخراج الموتى. كل سنة بيقام نوع غريب من الاحتفال في إقليم تورجا بأندونيسيا. في الاحتفال ده بيتم استخراج جثث الموتى من القبور وتنظيفهم تماما وتزيينهم وأخذهم للمنازل بعد إلباسهم ملابس خاصة والتجول بهم في موكب في أنحاء المدينة. حتى الناس اللي ماتت من عقود طويلة بيكونوا جزء من الاحتفال ده. كل سنة وبعد انتهاء الاحتفال بيتم إرجاع الجثث مرة تانية للقبور في ملابسهم الجديدة وبعد تكفينهم من جديد. أما بتر الأصابع ففي إحدى القبائل في إقليم ببوة في أندونيسيا بيطلق عليها قبيلة الدوني، بيمارسوا عادة غريبة جدا ومؤلمة في حالة الوفاة. بيتم بتر أصابع النساء كعلامة للحزن والحداد. ففي أثناء جنازة شخص متوفي محبوب بيتم قطع أطراف الأصابع، ويقال إن العادة دي تمارس للتعبير عن الحزن والأسى والعمق الداخلي والإظهار مشاعر الأسى والحزن على الشخص المفقود عن طريق المرور بتجربة الألم الجسدي الرهيب. وبيقال إن الممارسة دي بيتم لاسترضاء روح المتوفي. أولا قبل بتر الأصابع بيتم ربطها بخيط بإحكام لحد ما بتتخدر، وبعد كده بيتم بتر وحرق الجرح علشان يلتئم. ومن أغرب عادات الزواج في أثيوبيا وفي جنوب السودان بتعيش إحدى قبائل تسمى قبائل صرمة. الناس دي بتعيش بين الجبال ومعزولين عن العالم وبيعتمدوا على تربية المواشي، والمعروف إن أي ست في العالم بتحاول تكبر شفايفها شوية علشان تبدو جميلة. ولكن الستات بتوع القبيلة دي منذ صغرهم بيتم شق شفايفهم بالموس أو بأي آلة حادة، ويتم كسر الأسنان الأمامية ووضع قرص كبير في الشفايف، وبتكون البداية بقرص صغير، ومع مرور الوقت الست بتكبر وبالتالي بيتم استبدال القرص الصغير بقرص أكبر. والست اللي بيكون شفايفها أكبر واحدة بتكون دي أجمل ست في القبيلة. والعادة دي ابتدت عندهم منذ بداية عام 1896، وتعتبر واحدة من أهم العادات لجذب الرجال عندهم. المرأة الزرافة. قبيلة كيان التي تقع على الحدود بين بورما وتايلاند تجد المرأة الزرافة، حيث تتميز نساء تلك القبيلة بالأعناق الطويلة والتي ممكن أن تصل لأربعين سنتيمتر، حيث تستخدم نساء هذه القبيلة الحلقات النحاسية الثقيلة للغاية والتي تلتف حول الرقبة وتضغط على عظام الترقوة والقفص الصدري فتكون حجم الرقبة أطول. والحقيقة أنه بيحدث تشوه لعظام الترقوة والقفص الصدري فتبدو الرقبة أطول، وبيتم وضع أول حلقة للفتاة عند سن الخامسة، وبيكون عدد الحلقات من 5 إلى 10 حلقات، وبعد ذلك بيتم إضافة المزيد بالتدريج. وتعتقد النساء أنه كلما زاد طول العنق كلما أصبحت المرأة أكثر جمالا وجاذبية وأكثر تنافس على وضع عدد أكبر من الحلقات. وترتدي المرأة هذه الحلقات مدى الحياة ولا تخلعها إلا في الحالات الصحية. لهنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنسوش تدوسوا لايك، ولو مش مشترك في القناة ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.